بيت الهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحب بكل مشاهدينا الكرام وحبابكم عشرة في بيتكم بيت الهنا. بالصلاة على النبي وبالعليل والزين، بنبنى دائما الجرتك في مناسباتنا السودانية. والجرتك ما أفتكر إنه هو يكون موجود في أي واحدة من الدول العربية، عندنا أكيد في كل دولة سمة بتميز كل دولة عن الثانية، وصفات بالتأكيد ومواصفات في الزواج. لكن الجرتك السوداني عنده أمور لها علاقة بالتاريخ، وليها علاقة أيضا بكثير من الحضارات اللي دخلت السودان عن طريق هذه الحضارات. اكتشفنا بأنه الجرتك السوداني بيرجع لها. تعالوا مع بعض نكتشف حاجات يمكن لأول مرة نسمعها عن الجرتك وعن رقيص العروس. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، وهنرحب بعد شوية بضيفتنا اللي هتتكلم في هذا الموضوع مع أستاذ عفاف عبد الحفيظ، وهي محاضر بقسم الفولكلور بمعهد الدراسات الإفريقية والآسيوية جامعة الخرطوم. اتفضلوا نستناها مع بعض. بيت الهنا. نحييكم مشاهدينا، ووصلت لصالون بيت الهنا أستاذ عفاف عبد الحفيظ، وهي محاضر بمعهد الدراسات الآسيوية والأفريقية في قسم الفولكلور بجامعة الخرطوم. أهلا بك كثير، شرفتينا في بيت الهنا. مرحب بك إيمان، مرحب بكل مشاهدين بيت الهنا. لنا موضوعنا جميل عن الجرتك وعن العادة السودانية اللي بنتسم بها وبنختلف عن كثير من الدول، يمكن عن العالم كله كمان، صح؟ كيف هي المسألة وهي الفكرة زي ما بقولوا الجرتك؟ فكرة الجرتك، أول حاجة كلمة جرتك يعني خلاص نبدأ برقص العروس، نمشي فيها بالتدريج. طيب نبدأ بالرقيص نفسه اللي هي المرحلة الأولى، كأنه إحنا بنقسم يوم الصبحية ده لقسمين، لأن الجرتك هو في الحقيقة آخر حاجة بتتم في تغاليد الزواج. أيوة، فأنا هنختم بها حلقتنا. طيب رقص العروس باعتبار انه واحده من الميزات برضو موجوده عاده في الدول العربيه، العروس بتكون قاعده، بيكون عندها حفلتها الخاصه اكيد هي وصاحباتها، لكن بالشكل العام ما بتقف لوحدها بترقص. الحاله موجوده عندنا احنا بس. الحقيقه السودان متفرد جدا بالطقس بتاع رقص العروس يعني، وانا يعني شايفه انه الطقس بتاع رقص العروس يعني حلو جميل متفرد وبيميز ثقافتنا السودانية، عشان كده بيهمني يعني أدفع عنه تهمة. أيوة. لأنه يعني رقص العروس طبعا يعني بيتعرض لكثير من الانتقادات يمكن، فيعني لكن هو مناسبة جميلة جدا جدا يعني، تخيلين الناس لو رجعت اتأملت فيه شوية، هو مناسبة من المناسبات اللي ما تنسى بسهولة في العرس السوداني. صحيح، خلينا نقول الشيء الفريد الموجود فيه مش بس لأنه هي بتجيف، لا لأنه بتلبس شنو، ولأنه بيتزين المكان نفسه بشنو. وحتى أفتكر في لبس الضيوف لما يجوا بيكون فيهم الحابين يلبسوا أحمر وفيهم الحابين يلبسوا حاجات لها علاقة فعلاً برقص فعلاً العروس. يعني رقص العروس يا إيمان يعني مناسبة فخيمة، مناسبة جميلة يعني، بيعرض فيها جمال العروس بعد المدة اللي استهلكتها في التزيين وفي الاهتمام بنفسها وكذا، يعرض فيها جمالها بعد ما تلبس الملابس الجميلة المطرزة، بعد ما تضمخ بالعطور الحلوة السودانية. صحيح. فمناسبة حلوة عشان العريس والعروس بتلقوا التهاني والتبريكات من الأهل من صديقات العروس، مناسبة حلوة إنه تبدو فيها العروس السودانية هي في قمة جمالها، في قمة يعني في قمة عزريتها، في قمة يعني عزوتها حوالينا أهلها صديقاتها وأغاربها، ويعني يعني بتوثق رقص العروس، بيوثق للعروس لحظة تاريخية يعني لحظة لا تعاد في حياتها مرة أخرى. أستاذ عفاف، الرقيص بالنسبة للسودانيين ما حاجة جديدة علشان نقول إنه شيء جديد وكذا، هو حاجة قديمة جدا، والغريب إنه في وقت كان الأسر محافظة، يعني مسألة إنه هي تقيف لوحدها ومسألة الحياء اللي بنقول عليه، وإنه في ناس بتتهم طبعا بتقول فيه نوع من عدم الحياء بين الوحدة تقيف لوحدها ووسط الناس، فالمسألة دي بالعكس لأنه هي موجودة من فترة قريبة جدا. زمان كانوا بيلبسوا شنو؟ وكانت الطريقة بتاعت رقص العروس كيف؟ زي الطريقة الحسي؟ والله ده سؤال جميل جدا، لأنه العروس زمان يعني أنا عملت كده تغصي كده للموضوع، يعني العروس لحد زي أربعينيات خمسينيات كده كانت العروس السودانية أول حاجة بتعمل رقص العروس بفستان واحد، تلبس فستان لونه أبيض. أيوة. والفستان ده بيكون عنده كم لكن صغير،
والفستان بيكون يعني تحت الرقبة. بعدين بتلبس نوع من الحلي التقليدية بتاع الذهب يعني، فحافظت عليها بتلبسها فترة طويلة من دون ما تحدث فيها أيوة طاقة الراس والبلومات، وحافظت عليها والفدا وكده والزمام، حافظت عليها فترة طويلة من غير ما تحدث فيها أي نوع من أنواع التغيير. وكانت حتى الزينة بتاعت العروس في الوقت ذاك بتتلخص بس في طبعا المجهود بتاع الدخان والحنة السادة، يعني بتخط حنة سادة من غير أي نقوش. ما كان في نقوش في الوقت ذاك فده زمان يعني. أما في الوقت الحاضر طبعا العروس يعني أول حاجة يعني فكت شوية من التقليدية دي، وبقت بتلبس بدل لبسة واحدة بتلبس كم لبسة، اثنين بيصلوا ستة اثنين يعني. يعني في ناس بيبالغوا شوية طبعا في ناس بيبالغوا شوية يعني، لكن في العادة بيلبسوا لبستين أو ثلاثة. بيكون اللون الأبيض احتمال يكون واحد من الألوان دي يعني، لكن ما بالضرورة يعني، ما في التزام بالمسألة لكن دي. الأحمر هو يمكن المهم في عملية تجارتك الهندية بعدين. أيوة إحنا عندنا أسرة سودانية إن شاء الله ربنا يديم الأفراح في كل البيوت. آمين. عندها مناسبتين في نفس البيت، تعالوا نشوف السيدة إكرام هتحكي لنا ونشوف تجارتك كانت بياتو شكل والصبحية عندهم كانت كيف. بنبارك لهم ونشوف مع بعض التقرير. تفضل. الجرتق طبعا حاجة جميلة، والجرتق من العادات والتقاليد السودانية اللي بتتم دائما يعني بعد عقد القران، يعني بعد العقد الناس بتقوم يعني تجهز لرقيص العروس أو تجهز للزفاف، وبعده طوالي بيكون في الجرتق عشان العرس بيكون يوم واحد، الناس في نهاية الليل يلا بقوموا يجرتقوا العريس والعروس قبل ما هون يمشوا الفندق أو قبل ما يمشوا شهر العسل. الجرتق عندنا هو زي العادة المقدسة يعني، تكملة للعادات والتقاليد ومراسم الزواج. بيكون فيه صينية، والصينية بتتكون من حاجات كثيرة. في ناس كثيرين بيكون همهم الأول والأخير إنهم يحضروا الجرتق. ليه؟ لأنه فيه بخ اللبن، وفيه يعني العروس يكون مغطية من العريس وبتفتح وشها بسيط وكده، وحاجات حلوة يعني. حتى الأطفال الصغار بيحبوا يحضروا الجرتق، فلما يجوا يعزموا الناس للعريس يقولوا الجرتق بتين. يقوموا يمسحوا العريس والعروس بالزيت، وبعد ذاك بيقوموا يعملوا ليهم حتة في راسهم وبيقوموا يخطوا عليها الضريرة. العريس بيشرب بقة من اللبن والعروس بتشرب بقة من اللبن، عشان اللبن أبيض بيدينا نوع من الحياة النظيفة الناصعة، يعني اللبن ما فيه شوائب. والعيش لما يتلخبط مع السكر ويتلخبط مع الملح، إنه المعيشة بيناتهم ده الفهم كده، المعيشة ده العيش، على الحلوة ده السكر، والمرة ده الملح. يلا الحياة ما مخلوطة، يلا هم بيخلطوها وبيكبوها ثلاثة مرات. بعد ذاك العريس بيقوم يرش بالريحة، بيعبر عن فرحته، وياريت الدنيا كلها تكون معطرة بالعطر الجميل، والناس ما تستنشغل الروائح الجميلة والعطر الفواح وكده، زي ما نحن بنقول في السودان ريحة فوح ترد الروح. العريس أصلا ما بيلبس الذهب، لكن أهله بقوموا يجيبوها له فال للذكرى الجميلة، وإنه غيموه بالذهب. وفي الجرتق دائما عندنا ثلاث ارباع الناس ما بحبوا الشباب كلهم يجوا، يعني بيكون في صاحب اقرب صاحب للعريس، العروس صاحباته طبعا عشان بيكونوا ثلاثه وزيرات،
والعريس بيكون عنده ثلاثة وزراء، يعني برلمان كامل. عاد تجيرتك طلعت لخارج السودان، يعني بقت زي ما بقولوا عالمية، عشان كده جيرتك ما حينتهي إن شاء الله. أقول لكم ألف مبروك، يعني الزواج السوداني جميل صح؟ زواج السوداني جميل، وإن شاء الله ألف مبروك للعرسان وربنا يديم الأفراح إن شاء الله يا رب. من الزغاريد بيجينا الحتة بتاعت الجرتك اللي فيها نوع من التمجيد ببعض الأغاني المأثورة عندنا في السودان، هل كان في حاجة مشابهة عليها قبل كده، يعني إحنا ماخدينها من ثقافة تانية مثلا أو كده؟ الأغاني ولا الجرتك؟ أيوة الأغاني عموما والجرتك والأهازيج اللي بتكون مصاحبة للموضوع لتلبيس. أيوة طبعا الجرتك ده هو في الأصل بيعمل للحماية، هو حرزي للحماية. طبعا الحرزي هو حاجة بتعمل لدفع الضرر وجلب المنفعة يعني. فالأهل يعني والسودانيين من قديم يعني بيفتكروا إنه الجرتك ده بيحمي العرسان من العين الشريرة، بيحميهم من الأرواح الشريرة، وبيضمن لهم إنهم ينجبوا، وبيضمن لهم حياة سعيدة ورخية وكذا. فدي الفكرة العامة بتاعت الجرتق يعني. أيوة أيوة. لما نجي على اللي هو تمجيد العريس والعروسة والكلام في المحاسن، الأغاني المصاحبة للجرتق. أيوة. مش كده لها برضو ثقافة يعني تقول قديمة شوية، أو إحنا ماخدينها من مكان ثاني. يمكن أجمل رأي سمعته في الموضوع ده قالوا لي عمي إدريس البنا، برضو بحييه والله يديه الصحة والعافية. فهو عنده رأي حلو شديد يعني في الأغنية بتاعت الجرتق. طبعا الجرتق مصاحبة معه والأغنية بتاعت هي الليل العديل والزين، الليل العديل الليل العديل ايوه. فقال لي الكلمه بتاعت اهيدي، قال لي دي الكلمه دي هي يعني معناها انه انا اهلل لهذا العديل والزين الذي اراده الله. أوه. لهذا الزواج، هذا الرباط المقدس، الرباط الحلال. جميل. بس أيوة. الاول مره أيوة. رايح حلو جدا. صحيح صحيح. هل كان له حاجه يعني مشابهه عربيه مثلا موجودة اللي هي مسألة التهليل دي؟ الجرتق التهليل بالزواج يعني مثلا، يعني في الشعب افتكر في حاجة زي كده، التهليل بمحاسن الزوجة، مش بيقولوا هيها حاجة زي كده؟ والله دي إيمان عندها علاقة بحاجة تانية، دي عندها علاقة برقص العروس عندنا. أكتر برقص العروس يعني. أيوة يمكن الفكرة العامة للمهاها في الشام الفكرة بتاعتها العامة بتشبه نفس الأغراض بتاعت رقص العروس. يعني مثلا إحنا عندنا رقص العروس في السودان بيركز على يعني فكرته الأساسية يعني عرض مفاتن العروس، بعد تزيينها، بعد تضميخها بالعطور، بعد تجميلها على عريسها وكذا. ودي نفس فكرة الجلوة في بلاد الشام وفي الخليج وفي تونس وفي المغرب. نفس الفكرة يعني. الجلوة كيف عندهم؟ هي الجلوة في بلاد الشام يعني بتعتمد على إنه مثلا العروس بتكون قاعدة وبيكونوا الناس بيرقصوا حوالينا وبيحتفلوا كده وبيغنوا. فبعد ساعتين من الاحتفالات المستمرة وكده بتجي امرأة تسمى المجلية. فدي بتجي وبتوقف العروس على الحيلة وبتديها سيف تمسكه في يدها، وبعد ذاك بتقوم تبدأ في المهاها اللي هي بنشوفها في المسلسلات السورية واللبنانية. فبتقول أويها، مثلا تقول أويها يا شجرة المستكة وغصنها الياقوت، أويها إحنا بنات الحمولة وأصلنا مسبوت مثلا كده. وبيقوموا بعد تخلص المهاها مثلا بتكون في أربع أبيات وبتتبع بالزغاريد. فالمهاها دي بتبدأ بإنها مضمونة، شنو مضمونة؟ إنها هي بتبدأ توصف في جمال العروس، رفعة نسبة، أصلها، كرم أهلها، نفس الاغراض اللي والمعاني اللي بتدور حولها الاغاني بتاعت رقص العروس عندنا. ومسكه السيف دي برضو زياده يعني، احنا عندنا واحده من الرقصات لازم يكون فيها مثلا سيف اللي هو السيف التقليدي السوداني، وبيظهر في الجرتق برضو. صحيح. وبرضو ده بيعود لكن بيمسكوا العريس المره دي، بيمسكوا العريس. آه. وبيعود لحضاره مروي القديمه، لانه الاسلحه زي السيف وكده، الاسلحه الحديديه كلها في حضاره مروي كانت معروفه بانها يعني حرز وحمايه من الارواح الشريره. جميل. احتجينا هنا لحته الجرتق.
لأنه فيها حاجات كثيرة. إحنا حتى الزوار اللي بيجونا ويشوفوا مثلا بيحسوا إنه في عفش كثير كده وحاجات وسلاسل وشنو أدوات. أدوات دي لها غرض والأدوات دي لها مسميات يمكن هنكتشفها معاك الليلة. في حاجات لها أصول إحنا بنعرفها كمسميات لكن أصولها هي المفاجأة. خلينا نبدأ معاك. أدوات الجرتك. أدوات الجرتك طبعا الجرتك ده يا إيمان أصلا هو يعني بعض الباحثين في مجال الفولكلور بيعتقدوا إنه الجرتك أصلا عادة نوبية. فهي مثلا عندك كلمة ذات حقة الجرتك يعني الكلمة ذات عندها تفسير في اللغة النوبية مثلا بتعني صاحب الخرزة أو صاحب الجوهرة في اللغة النوبية. يعني وردت مثلا في قاموس اللهجة العامية في السودان الجرتك بمعنى زينة تلبس عند الزواج أو الختان. والاثنين بيخدموا نفس الغرض. نفس الغرض. أيوة أيوة. فيعني الناس بيفتكروا الباحثين بيفتكروا إنه جرتك ده عادة نوبية قديمة جات من شمال السودان وانتشرت في مناطق أخرى تانية في السودان. جميل. وطبعا ما ممكن الزول يحدد يعني تاريخ معين لبداية العادة دي لأن المسائل طبعا توصف دائما بأنها لا تاريخية يعني. صحيح. فمن صعب الزول يحدد لها مع أنها ما تاريخية لكن أصولها قدرنا نتعرف عليها لما نتكلم عن الحق وعن الضريرة والحجاب والسلاح كلها حاجات هنعرفها معاك أستاذ عفاف بس بعد الفاصل. بيت الهنا. أهلا بكم مرة تانية مشاهدينا نتواصل معكم ورئيس العروس وجرتك أكيد من العادات السودانية الجميلة. يعني المرة قصت ممكن تجرتك لأنه الجرتك هو الأساس طبعا أستاذ عفاف. صحيح. مرة تانية مرحبا. أدوات الجرتك كثيرة حابين نمسكها واحدة واحدة ونقوم نتكلم عن أصولها ترجع من وين وفايدة بتاعتها شنو. طبعا زي ما ذكرت لك انه يعني الاصول المحتمله لا انها من المنطقه بتاع شمال السودان. المنطقه دي خضعت لتاثير بتاع حضارات كثيره جدا. الحضاره الفرعونيه اليونانيه الرومانيه اثرت فيها حضارات ما بين النهرين اثرت فيها يعني تاثرت حتى بالحركه بالعلاقات الخارجيه بالتبادل التجاري بكده حتى بالديانات المسيحيه والاسلام كل الاشياء دي خلت بصمات في المنطقه. جميل. فمسألة الأدوات بتاعت الجرتك تلاقيها إنها عندها كلها استخدام بتاع الحروز استخدام بتاع المواد دي كحرز للحماية ولجلب المنفعة زي ما قلنا ودفع الضرر فجاي من حضارات كثيرة. طب رأيك شنو نبدأ يعني أداء أداء شوية شوية حاجة. أوكي. طيب نبدأ مثلا بالحق. الحق ده طبعا هو إناء بيحفظ فيه الـ 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 الروائح المجففة مسحونة مثلا زي الصندل والمحلب والقرنفل. فالروائح دي كلها مثلا أصول عربية وبعدين في اعتقاد إنه الروائح دي بتدفع الأرواح الشريرة. جميل. الضريرة. الضريرة دي طبعا أصلها أصلها كلمة الزريرة اللي هي دي العطور برضو الجافة دي وبرضه دي الكلمة العربية ليها. فنحن في السودان قلبنا الزين دي ضاهض فالضريرة دي مهمة جدا جدا والحبوبات بيتفائلوا بها وكذا. فيعني حتى اللي بيتوفى يعني الله لا قدر مثلا صغير وما يتزوج وكذا بيقوموا يعني يقول لك مثلا والله مثلا يعني فلان مسكين يعني لا ضاق ضريرة ولا ضاق حريرة وكذا. أيوة دي الضريرة. طيب الحجاب اللي بيلبسه. الحجاب ده بتلبسه العروس اللي هو هنا أسطواني كده إناء أسطواني كده وده مهم جدا لأنه فيه آيات من القرآن الكريم فبيستخدموها للحفظ. أيوة من العين وكده. حجر الدم ده الغريب أنا الأول مرة بصراحة. حجر الدم ده طبعا خاتم بتاع فضة وفيه فص بتاع أحمر بتاع الحجر الكريم أحمر اسمه بلودستون اللي هو حجر الدم. فده المصريين استخدموه كحرز للحماية يعني كان بيشير للدم المعبودة إيزيس وأحد الآلهة يعني كانت معروفة في مصر وفي السودان يعني. فبيفتكروا إنه مثلا ده بيوفر الحماية يعني لأن طبعا طقوس العبور بتاعة الإنسان مثلا لما يفوت من منطقة الختان للصبا ومن الصبا مثلا للزواج كده يعني العبور من عتبة لعتبة بيصاحبها أحيانا بعض النسف يعني أو هي التغيرات الطبيعية لل أو مثلا الزواج الحمل الولادة يعني الحركة من عتبة لعتبة يصاحبها أحيانا بعض النسف. فهم بيفتكروا أنه استخدام حجر الدم ده بيغي الإنسان من الشر بتاع النزيف مثلا. أيوة طيب الحريرة. الحريرة طبعا فيها اللون الأحمر. اللون الأحمر ده طبعا برضو مستخدم كحرز للحماية تلاحظي يعني الجرتك كله أحمر. أيوة كل طقوس الزواج كلها الفركة لونها أحمر ملاية الجرتك لونها أحمر الحب برضو يلون بالأحمر والأصفر
ويعني الحريره لونها احمر، ويعني دائما اللون الاحمر ده عنده دلاله، يعني دلاله رمزيه حجازيه يعني، عشان كده هي حرز يعني من أيوة. العين وحرز من الارواح الشريره. من الارواح الشريره. طيب سبحة اليسر، سبحة اليسر طبعا فيها 99 حبه وبترمز لاسماء الله الحسنى، وطبعا بتلبس يعني لجلب المنفعه والبركه وكده. جميل. بتفائلوا بها يعني. الهلال، الهلال طبعا بيوضح في قطعه بتاعت حرير حمراء برضو، وبرضو بيضع العريس على حتى المختون كمان بيضعه. فطبعا الهلال ده واحد من التأثير بتاع الحضارة البابلية، حضارة ما بين النهرين، وبيشير لأحد الآلهة الرئيسية في سومر وهو الإله شاماس. وفائدة شنو الهلال؟ يعني برضو كل طبعا هي كل أدوات الجرتك دي للحماية. للحماية. أيوة. ونتمنى إن شاء الله كل البيوت يعني يحصل فيها الجرتك، كل الأولاد والبنات يتزوجوا على خير ويرزقوا بالأزواج الصالحين إن شاء الله. بالبنين والبنات. إن شاء الله. أشكرك كثير أستاذ عفاف، شرفتينا وشرفتي يعني كل بيوت الهنا بالحاجات اللي إحنا سمعناها، ممكن الناس تكون سمعتها بصراحة لأول مرة. شكرا جزيلا لك. شكرا يا إيمان، مرحبا بك. نتواصل معكم مشاهدينا بس بعد الفاصل، خليكم. بيت الهنا، نتواصل معكم في بيت الهنا ونتكلم المرة دي عن الأعشاب، نشوفها نستفيد منها بأي شكل. النصيحة الجاية مقدمة من السيد يوسف الفكي وهو خبير في مجال الأعشاب، تعالوا نتابع سوا. أهلا ومرحبا بمشاهدين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. كلامنا عن الحمص، والحمص من البغول ذات النفع أو نفعها كبير جدا. ده الحمص نحن نسميه في السودان بالكبكبة، لكن ناس الشمال متفقين معانا فإنه هو الحمص، ومغذي لحد كبير ومشهي. الشوام بيستخدموا مطحون مشهي، يعني بيفتح الشهية قبل الأكل، تستخدم منه ملعقة ملعقتين أو مع خبزة بيفتح الشهية. لكن بيولد النفخ، بيخلي زول منفوخ دائما. احسن حاجه تعمل له السنود. السنود نحن في السودان بنسميه الشمار يا جماعه، هو بذر الشبت. كل الناس بيعرفوا الشبت، لكن السنود ده البذر بتاعه بعد ما ينشف بيكون بهذه الصوره. طيب لما انت تخاف ما يعمل لك نفاخ تقوم تضيف له السنود. استخدموا بليله يا جماعه، البليله منه قاعد يستخدمها في رمضان، فهي مقويه جدا وبشيل التهابات المثانه. كثير من الناس يقول لك عندي سخانه بول، عندي التهابات مثانه ومشاكل كده، فيطبخوا هذا الحمص ومعه شوي من السنوت او الشمار. ويستخدمون الناس اللي عندهم اشكالات البروستاتا، الناس يعني كم 60 بيكونوا مهددين، فاحسن حاجه مويته يشربوها شكل مويه بس، مش شرط تاكل منه البليلة. وأحيانا يا جماعة إنسان يكون عنده صوته بحة، يتكلم صوته ضعيف، فتقوم تطبخ الحمص بالحليب في النار. زي ما ذكرت لكم الحمص والحليب بيولدوا النفخ، بيخلي نفاخ، تقوم تضيف لها شوية من السنود ويشربوا ويأكل منه شوية، الصوت بيرجع. في نوع من الناس تلقى صوته رفيع جدا، يعني ما ذهب الصوت لكن شنو بيكون رفيع، فده بيرجع النبرة طبيعية، بيخلي الإنسان يعني مرتاح. وكذلك بيستخدموا إخواننا للفلافل، في ناس بيستخدموا الفول المصري، لكن الفلافل أحسن شيء تكون من الحمص، أحسن شيء تكون من الحمص، لأنه الفول المصري فيه إشكال بالنسبة للناس عندهم يوريك أسيد أو بيكون عندهم القاوت، فأحسن حاجة يؤخذ من ده. لكن ممكن إنسان كمان يستخدمه الحمص يكون مطحون ناعم، يعملوا له التجميل لفخة للوجه، يخلي الوجه ناضر وجميل وناعم. فبدل الناس يستخدموا حاجات الكيماوية، البنات يستخدموا ده مطحون وتعجنوا بالموية، وياريت لو معاه شوية موزة إلا كستر، قناع جميل جدا للوجه لمدة نص ساعة كل يوم مدة 4 أيام، والوجه بيكون جميل وناضر وعلى مسؤوليته يعني.
أكيد كل عشبة عندها فايدة وعندها نوع بيزيد أكيد من الجمال إذا كان جوا البيت أو خارج البيت ولصحتنا بالتأكيد. حلقنا الليلة كانت بالعديل والزين على الجرتك وهو عادة سودانية جميلة ورقيص العروس، باعتبار أنه أخذنا من نواحي تاريخية ومن نواحي له علاقة بالقيم ومبادئنا وثقافتنا السودانية المتواصلة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام دائما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية ونتمنى لكم دائما السعادة في كل بيوتكم، وأكيد بنهنيكم العرسان اللي بتابعونا الآن. هذا تشرق دوت تي في، إيميلنا للتواصل، نشوفكم بكرة على ألف خير ودعناكم الله. بيت الهنا.